السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ترانسليشن كورس، الكورس الشامل للترجمه من الصفر حتى الاحتراف، المحاضره الثالثه ليكت شهر 3. نشوف مع بعض. هنبتدي زي ما تعودنا بحل اسئله المحاضره السابقه. السؤال الاول: Pollution is one of the most serious problems that threaten our life. Pollution, التلوث, is one of the most serious problems. معناها من أخطر، من أفضل. One of والمقارنة التالتة معناها من أخطر، من أفضل، من أحسن، من أقوى. هنا تبقى من أخطر عشان one of the most serious problems that التي threaten تهدد our life حياتنا. It's better for you to plan for your future. It's better for you دي معناها من الأفضل لك. To plan لو فاكرين أن تخطط، أن والفعل بستخدم تو زاد المصدر يبقى to plan for your future لمستقبلك. وفور هنا بعدها الناون بعدها الاسم هنا for your future. We should bring up our children on good morals. يجب أن، احنا خدنا قبل كده يجب أن should و must و have to و has to و ought to، كل دي صح. ومفروض يجب أن حطينا وي في الأول، أن نربي أبنائنا، bring up our children على الأخلاق الحميدة، good morals. Egypt is rich in its fascinating nature, wonderful weather and beautiful scenery. Egypt يعني مصر is rich، تكون غنية في in its fascinating nature، طبيعتها الخلابة، في صفة عكستها، wonderful weather، طقسها الرائع، beautiful scenery، مناظرها الجميلة. مصر غنية بطبيعتها الخلابة وطقسها الرائع ومناظرها الجميلة. إن الصناعة والزراعة أساس التنمية. الجملة دي فيها ثلاث نقط مهمين. النقطة الأولى إن، ما بتترجمش عشان توكيد، أبتدي بالصناعة والزراعة industry and agriculture. النقطة الثانية مفيش فعل في الجملة، فبجيب من عندي verb to be أو verb to have. أنا أقعد verb to be عشان معناها are، معناها يكون، تبقى are. أساس التنمية ده يعتبر مضاف ومضاف إليه، فبستخدم ذا وبعدين بيسز اللي هو المضاف وأوف وبعدين المضاف إلى development. Industry and agriculture are the basis of development. لا نستطيع الاستمتاع بحياتنا إن لم نكن أصحاء. لا نستطيع we cannot الاستمتاع ب enjoy، ما فيش حرف جر وراها لا باي ولا ويز، enjoy بس. حياتنا our life، هنا في ضمير هنا our life. إن لم نكن، إن لم نكن، دي يعتبر هنا بستخدم قاعدة إف، دي شرط هنا، إف معناها إذا أو لو، إف لم نكن أصحاء، إف وي آر نوت هيلثي، إف وي آر نوت هيلثي أو أنليس وي آر هيلثي. الحاسب الآلي أهم اختراع في العصر الحديث. الحاسب الآلي ذا كمبيوتر، خدنا زا عشان هنا يعتبر اختراع. مفيش فعل في الجملة أساسية، فبجيب من عندي فيرب تو بي أو فيرب تو هاف. هقعد فيرب تو بي هنا إذا عشان معناها يكون. أهم اختراع بجيب المقارنة الثالثة أهم، يبقى the most important invention في العصر الحديث، in the modern age أو in the modern era. العلم سلاح ذو حدين، العلم science وممكن أقول knowledge بحيث المعرفة. ما فيش هنا فعل، فأجيب من عندي verb to be اللي هو is معناه يكون. سلاح ذو حدين، a double edged weapon أو a double edged sword اللي بننصح. تلعب طرق الاتصال الحديثة دورا حيويا في حياتنا المعاصرة. طبعا أولها فعل، لا ببتدي بالفعل اللي هو طرق الاتصال الحديثة، modern methods of communication. تلعب تبقى play، حطيناش اس عشان دي يعتبر جمع. دورا حيويا خدناها a vital role، والرول في رول يعني قاعدة، لكن دي رول معناها دور في حياتنا المعاصرة، in our modern life أو in our contemporary life. العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح في كل المجالات. العمل الجاد hard work، مفيش فعل، فاجيب من عندي verb to be اللي هو is. السبيل الوحيد يعني الطريق الوحيد، the only way لتحقيق، يبقى بستخدم to زاد المصدر، to achieve النجاح success في كل المجالات in all fields. بعض الكلمات الهامة في الترجمة، some important vocabulary in translation. زي ما تعودنا دي بعض الكلمات والتعبيرات والتركيبات الهامة في اللغة الإنجليزية. عاوز أقول أبذل أقصى جهدي أو أبذل ما في وسعي، أطلع كل اللي عندي يعني. أول كلمة أو التعبير do my best، do my best. وبعدين try my hardest، try my hardest. Spare no effort، spare no effort. Make great effort، make great effort. Exert great effort،
exert great effort. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned. كل دول نفس المعنى. تشييد الاستهلاك rationalize consumption. Rationalize consumption. أو cutting down consumption. Cutting down consumption. يضع حد لي أو نهاية لي. Put an end to. Put an end to. Put a stop to. Put a stop to. إلقاء الضوء على أو يلقي الضوء على shade light on. Shade light on. يؤثر على effect. مفيش وراها on. Effect. Influence. برضه مفيش وراها on. Influence كفعل. أما impact ممكن أجيب بعد on وممكن ما أجيبش. Impact on أو impact. يعتمد على depend on. Depend on. Rely on. Rely on. Count on. Count on. يشارك. Take part in. Take part in. Share in. Share in. Participate in. Participate in. نكمل بقى بعض النقاط الهامة في الترجمة. احنا وصلنا لحد نقطة رقم 14. النقطة رقم 14 ان الجملة الانجليزية منفصلة عن بعضها بنقطة. اما لما نيجي نترجم للعربي لا بنشيل النقطة دي وبنربط بينهم. بنربط بكلمة واو. واو العطف يعني. ثم. وبعدين الفاء. بيد أن. لذلك. ومن ثم. حيث. حينئذ. كما أن. هكذا. إلى آخره. كل المكتوب عند حضراتكم دول. لو خدنا المثال ده. Sport is very important. It makes our bodies strong. الرياضة هامة جدا أو مهمة جدا. فهي. ربطت بكلمة فاء لقيتها مناسبة هنا. فهي تجعل أجسامنا قوية. ربطت جملتين بكلمة فاء باللغة العربية. The Egyptian students use the computer sets in their schools. This will have its great effect on Egypt's progress. يستخدم الطلاب المصريون أجهزة الكمبيوتر في مدارسهم. وربطت بها. وهذا سوف يكون له تأثير كبير على تقدم مصر. النقطة اللي بعد كده إن من وبعدها صفة أو اسم في بداية الجملة نترجمها إزاي؟ فبستخدم its أو it is وبعدين الصفة وبعدين to زاد المصدر. لو خدنا الأمثلة دي من المهم مساعدة جيراننا وأصدقائنا. من المهم أدي من وصفة فبستخدم it is مهم تبقى important وبعدين to زاد المصدر to help our neighbors and our friends أو ممكن أقول our neighbors and friends. من المثير قراءة قصص الخيال العلمي. من المثير يبقى من وصفة بستخدم it is. المثير تبقى exciting. قراءة تبقى to read. قصص الخيال العلمي تبقى science fiction stories. النقطة رقم 16 فيها ثلاثة أجزاء. كلمة لا بالتعليل اللي هي لي أو من أجل أو لكي مترجمها بثلاث طرق. الطريقة الأولى فبستخدم to أو in order to أو so as to زاد المصدر. المثال أهو تبذل الحكومة قصارى جهدها لرفع مستوى المعيشة. لرفع هنا لام التعليل لي يعني فلي أترجمها إزاي؟ طبعا أبتدي بالحكومة الأول الفاعل تبقى the government. تبذل قصارى جهدها does its best لرفع to raise لرفع هنا أو in order to raise أو so as to raise مستوى المعيشة as a standard of living. تساهم مصر كثيرا في حل المشكلات التي تواجه المنطقة لكي أو كي يعم السلام. طبعا في بالفعل مصر Egypt. تساهم كثيرا contributes a lot في حل المشكلات in solving the problems التي تواجه which face المنطقة the region لكي أو كي but to spread أو to prevail طبعا to أو in order to as well as to peace اللي هو السلام. ممكن أترجم لام التعليل before زاد الفعل في ing أو for زاد الاسم معنى لي. يقدم العلماء الجديد كل يوم لرفاهية البشرية. دي برضو لام التعليل لرفاهية فليها طريقة تانية بستخدم for الفعل في ing أو for الاسم. Every day scientists bring new things for the welfare لرفاهية for الاسم of humanity أو mankind. يعمل علي بجد للالتحاق بالجامعة. يعمل علي الفاعل أجيبه علي. يعمل works بجد hard للالتحاق دي لام التعليل فقلت for joining بالجامعة the university. Join يعني يلتحق بيه مش محتاجة حرف جر. الطريقة الثالثة لام التعليل إذا كان الفعل مضارع بستخدم so that وبعدين فاعل ومي أو will أو كان زاد المصدر. إذا كان الفعل ماضي بستخدم so that وبعدين الفاعل ومايت أو would أو could زاد المصدر. يذهب الطلاب للمدرسة ليتعلموا أو لكي يتعلموا أترجمها إزاي؟ الطلاب students يذهب go
الى المدرسة سكول لكي استخدمت سو ذات معناه لكي واجيب الفعل ذي يعني هم الطلاب، وهنا اقعد كان وممكن اقعد ويل او مي عشان الفعل بره مضارع جو بالاخضر تحت خط اهو، وبعد المصدر كلمة ليرن ستودنتس جو تو سكول ثو ذات ذي كان ليرن. لو كانت جملة في الماضي بقى ستودنتس وينت تو سكول سو ذات ذي كود ليرن. تعمل القراءة على النهوض بالطفل وتنمية مواهبه لكي يكون لديه القدرة. القراءة reading بتبتدي بالفعل الأول، تعمل على النهوض يبقى helps to upgrade الطفل as a child تنمية مواهبه and develop his talents لكي so that he may have the ability of creating. هنا خدنا so that وبعدين الفعل he وبعدين خدنا may، كنت ممكن أقعد will أو can عشان الفعل مرة مضارع helps. طب أقدر جملة في الماضي، لو قلت reading helped في الماضي كنا خدنا so that he might he could he would وبعد المصدر. اذا الملخص بتاع علامة التعليل كالاتي، لما احب اقول لكي او لي فبستخدم تو ذات المصدر، او فور الفعل وفاين جي او الاسم، او سو ذات والفعل ومي ويل وكان المصدر اللي هو الفعل المضارع، او مايت او كود او وود ذات المصدر والفعل الماضي. النقطة رقم 17، ان لام الملكية مش التعليل لي له لها لهم، فبستخدم فيرب تو هاف. إن للمنتجات المصرية سمعة طيبة بالخارج. إن هنا بشيل عشان التأكيد. يبقى أجيب المنتجات المصرية the Egyptian products لها، فبستخدم have عشان جمع هنا. سمعة طيبة good fame abroad في الخارج. لمصر روابط قوية مع كل بلدان العالم. لمصر هنا في ملكية لها يعني. أجيب الفعل أول Egypt. لها تبقى has عشان مفرد. روابط قوية backs strong ties مع كل بلدان العالم with all countries of the world. النقطة رقم 18، لام التخصيص. يعني ايه؟ يعني لحاجة معينة بخصصها لحاجة معينة، فبستخدم فور والاسم زي المثال ده. من الأفضل أن تخطط لمستقبلك من الآن، خدناه من شوية. يبقى it's better for you to plan لمستقبلك for your future، فبستخدم فور وأجيب بعدها الاسم now يعني الآن، وممكن أقول from now من الآن. أصبح معرض القاهرة للكتاب مركزا للثقافة والأدب والتربية والعلوم. مركزا للثقافة بخصصه للثقافة يعني. معرض القاهرة للكتاب The Cairo Book Fair أصبح has become مركزا لي A Center for Culture، يبقى هنا فور وبعد الاسم. Literature, Education and Science. النقطة رقم 19، إن نادرا ما توجد اختصارات في اللغة العربية، نادر. لكن في الإنجليزي في 5 أنواع من الاختصارات. النوع الأول أول حرف كلمة، زي مثلا ثاوس الجنوب يبقى اس، زي متر 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 يعني يبقى ام، أول حرف يعني في الكلمة. النوع الثاني الأحرف الأولى من الكلمة، زي ابريفيشن اختصار، أول 4 حروف أهم حط في الستوب. دوكيومنت معناه وثيقة ومستند، خدت أول 3 حروف أهم، ده نوع ثاني. النوع الثالث عدة أحرف من الكلمة بس بدون ترتيب، يعني مثلا government خدت أول 3 حروف أهو وبعدين آخر حرف. ليميتد يعني محدود، خدت ال والتي والدي بدون ترتيب. النوع الرابع الأحرف الأولى من كل كلمة في العبارة، يعني مثلا أول كلمة كومباكت ديسك اللي هو الكرسي مضغوط، أول حرف هنا وأول حرف هنا. برايم مينستر رئيس الوزراء، بي أول حرف هنا والإم أول حرف مينستر. رقم 5 اللي هو الأكرونيم، دي عبارة عن الأحرف الأولى من كل كلمة في العبارة لصياغة كلمة جديدة يطيب نطقها ككلمة، زي ايه؟ زي مثلا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، جاء من كلمة National Aeronautics and Space Administration اللي هي المركز الوطني للملاحة الجوية وإدارة الفضاء، خدنا أول حرف في كل كلمة وعملنا كلمة جديدة اللي هي كلمة ناسا. زي مثلا مرض الإيدز، ده جاي من Acquired Immune Deficiency Syndrome، معناها متلازمة نقص المناعة المكتسب، خدنا أول حرف في كل كلمة وعملنا كلمة جديدة اللي هي كلمة إيدز، ده اسمه الأكرونيم. في العربي بقى في بعض الاختصارات النادرة والقليلة، زي مثلا التي ده اختصار تليفون، سين تي ده سجل تجاري، صاد ب صندوق بريد، ده نادر جدا تلاقي الحاجات دي. النقطة الأخيرة رقم 20، إن الأسماء الآتية لا تحتاج تعريف أو تنكير، يعني ما تحطش قبلها لا ولا آن ولا ذا. زي إيه؟ زي الأسماء المجردة أو المعنوية abstract noun، زي مثلا الأمانة honesty أشيل ذا، الخوف fear دي حاجة معنوية مجردة زي الحب love، زي الكراهية hatred.
زي الاسماء التي لا تعد، كافي، القهوه، اير، الهواء الى اخره، زي ووتر، الميه، تحطش قبل اي حاجه بالثلاثه، لا ولا ان ولا ز. الجمع بمعنى عام، عاوز اقول الحقائب تبقى بيكس، الطلاب تبقى ستودنتس، لان اصدع الطلاب بصفه عامه بمعنى عام. وبرده الفعل في ان جي بلاينج، يعني اللعب، ما اقولش اللعب ما ذا بلاينج، هتبقى بلاينج. الاكل ايتينج، المذاكره ستادينج الى اخره. اللغات والمواد الدراسيه زي انجلش، اللغه الانجليزيه، زي عندنا الرياضيات ماث او رياضه، الوجبات الفطار بريكفاست، الغداء لانش. الشله دي كلها بقى، الايام زي ساندي، الشهور زي مارس شهر مارس، فصول السنه زي سمر، المدن زي كايرو، الدول زي ايجيبت، القارات زي افريكا، اسماء الاعلام زي احمد محمد الى اخره، كل دول ما بتحطش قبلهم لا ولا ان ولا ذا. الامانه هي خير سياسه، الامانه اونستي، ما بحطش ذا، خلي بالكم عشان دي حاجه مجرده ومعنويه، والاتش ما انطقهاش في الجمله، تبقى اونستي. از ذا بيست بوليسي، هي خير سياسه. السفر للخارج مفيد، ترافلينج، ربنا السفر ما حطش ذا عشان في هنا اي ان جي، ترافلينج. ابرود is useful، يكون مفيد، حطيت فيرب تو بي من عندي لان مفيش فعل. اخر حاجه عباره عن تدريبات ترانسليت انتو عربيك، ترانسليت انتو انجلش، نحلها كده في البيت ونتدرب عليها، وان شاء الله في اول المحاضره الجايه هنحلها مع بعض. طبعا في نقاط هامه جدا ما اتكلمناش عليها، نتكلم عليها في المحاضره الجايه ان شاء الله تعالى. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان اكبر عدد يستفاد منه، وشكرا لكم والسلام عليكم.